أعلن نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم أن اتساع تجارة الدواء المهرب في لبنان أدى إلى تراجع استيراد الدواء الشرعي القانوني إلى الربع تقريبا، ما أدى إلى تراجع إيرادات نقابة الصيادلة التي لم يتبقى مدخول لها إلا الرسم الزهيد المقتطع من الاستيراد. جو سلوم ناشد المعنيين من أجل التعاطي بجدية مع ظاهرة التهريب ووقف سياسة غض الطرف، وأكد أن خطورة الدواء تتعدى الخطر المباشر على حياة المواطنين، حيث تؤدي إلى حرمان خزينة الدولة ونقابة الصيادلة من موردها الأساسي. أزمة الأدوية المهربة والمزورة طالت مرضى السرطان في لبنان بعد أن لاحظ عدد من المستشفيات أمورا غير متطابقة مع الدواء الأصلي في الأدوية التي يجلبها المرضى، سواء تعلق الأمر بالكتابة على العلبة أو الأنبوب أو حتى لون السائل وكميته، الأمر الذي أكد عدم أصلية هذه الأدوية وأكد أيضا تزويرها. قضية الأدوية المزورة لمرضى السرطان أكدتها منظمة الصحة العالمية التي قالت في بيان أنه تم العثور على الدفعة الملوثة في اليمن ولبنان بعد ظهور أثر ضار على أطفال مرضى يتلقون أدوية بعد إجراء السلطات الصحية في البلدين اختبارات مايكروبيولوجية على هذه الأدوية. وتعتبر مهنة الصيدلة بصفة عامة جذابة جدا بالنسبة للبنانيين. في دراسة نشرت في مجلة Human Resources for Health بيّنت هذه الدراسة أنه يوجد في لبنان أعلى معدل للصيادلة من ناحية والصيدلانيات أيضا في العالم، حيث يوجد 20 صيدليا لكل 10,000 نسمة، بينما يبلغ المعدل العالمي ربع ذلك تماما. بالرغم من هذا الشغف الكبير لهذه المهنة، تجد الدولة اللبنانية نفسها عاجزة تماما أمام هيمنة من يصفون بالكارتلات والمحتكرين على قطاع الدواء، ولم يجد اللبنانيون بالتالي طريقا آخر لحل أزمتهم سوى التضامن فيما بينهم واختراع الحلول، أحيانا بالمبادرات الفردية وأحيانا عبر تبادل الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي. أزمة الدواء دفعت اللبنانيين لخلق العديد من المبادرات مثل أطباء من أجل لبنان وميدو نيشنز واعتماد على التبرعات كأحد الحلول الرئيسية لمواصلة بعض المستشفيات أداء مهامها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى. وارتبطت أزمة الأدوية في لبنان بارتفاع أيضا سعر الدولار أو سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية الذي وصل إلى مستوى قياسي، ما دفع نقابة الصيادلة للمطالبة بتسعير فواتير شركة الأدوية بالدولار، حيث أكد رئيس لجنة الصحة النيابية دكتور بلال عبد الله إلى أن الأزمة ليست أزمة صحية أو دوائية، بل هي أزمة اقتصادية مالية بامتياز. للنقاش حول هذا الموضوع نرحب مباشرة من لبنان بالدكتور جو سلوم نقيب صيادلة لبنان. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. أولا، عندما تشير أو تعلن عن تراجع الدواء الشرعي يعني أو القانوني إلى الربع تقريبا في لبنان، أليست هذه بمعنى آخر حالة طوارئ صحية؟ مساء الخير لك وللمشاهدين في دبي والعالم. هيدي مش حالة طوارئ صحية، هيدي حالة مأساة صحية في لبنان. لبنان اللي كان معروف بمستشفى الشرق وصيدلية الشرق، اليوم المواطنين والمرضى ما عندهم القدرة الشرائية لشراء الدواء، هيدا إذا توفر الدواء في لبنان. مثل ما قلنا اليوم الاستيراد تراجع من مليار دولار تقريبا أو أكثر إلى دون 300 مليون دولار سنويا، بالتالي اليوم في شيء حل محله هي تجارة الأدوية المهربة، والقسم كبير منها عم بيكون دواء مزور، بالتالي حياة اللبنانيين في خطر، حياة مرضانا في خطر. نحن اليوم في حالة انهيار كامل لكل القطاعات في لبنان وبخاصة القطاع الصحي، وعدم قدرة المرضى على شراء الدواء أو على الاستشفاء أو على معين الطبيب. فبالتالي اليوم نحن نشدنا من فترة إلى وضع خطط طويلة الأمد وخطط تكون عاجلة، ونحن بحاجة لمساعدة الدول العربية والصديقة لمساعدة الشعب اللبناني
اللي عم بيعيش مأساة حقيقية. يعني دكتور سلوم، هو الناس عندما يلجؤون إلى هذا النوع من الأدوية، هل هم يعلمون أنها مزورة أم يتم خداعهم هم نفسهم؟ اليوم المريض وقت ما يكون عم بيلاقي دواء، خاصة عم بحكي عن مريض السرطان، بيصير مكبش بحبال الهواء، فبيضطر ياخذ هالدواء، وبكثير من الأحيان عم بيكون إما مزور إما تاريخه منتهي الصلاحية ومتلاعب فيه أو محفوظ بطريقة خاطئة. يعني اليوم صار المواطن الخيارات محصورة أمامه. من هون بنشوف هيدي الحالات، ومثل ما تفضلت وقلت عن تقرير منظمة الصحة العالمية، اليوم بالمستشفيات عم بيقولوا للمريض نحن مش قادرين نأمن لك دواء، روح أنت جيبه من السوق السوداء واستحصل عليه. فبالتالي معاناة ما بعد معاناة. من هون كان برجع بقول مناشدة لوضع خطة سريعة لتأمين الأدوية، بخاصة لمرضى السرطان اللي الخيارات محصورة قدامهم، وفي حال ما تناولوا دواهم بيكون ما في إلا الموت الحتمي. نعم، ولكن وفق معلوماتكم كنقابة، هذه الأدوية المغشوشة والمزورة يعني المهربة، كيف تصل إلى الناس؟ ما هو مصدرها؟ من أين تأتي كل هذه، أو هذا الكم من أين يأتي؟ نحن بنعرف قديش مافيا الدواء هي مافيا قوية في العالم، وخاصة تستثمر بالأسواق اللي فيها نقص للدواء وفيها غياب أو شبه غياب للمراقبة. بالتالي اليوم تم استغلال غياب الدواء وعدم قدرة الدولة على تأمين الدواء إلى المواطنين وإلى المرضى، فبدأت شبكات التهريب بالاستثمار في لبنان عبر كل الإمكانيات وكل المواقع، كالتواصل الاجتماعي أو تجار الشنط، وبتدخل عبر الحدود، عبر الحدود الشرعية والغير الشرعية. للأسف في هنالك وكأنه أب ضباط لهذا الموضوع تحت حجة أنه ما عم نقدر نأمن دواء، فخلي يكون الدواء البديل عم يجي بهذه الطريقة. وهيدي نظرية بالنسبة لنا، هيدي نظرية خاطئة، هذه نظرية بتؤدي لدمار لصحة المرضى، وبنفس الوقت حرمان الدولة اللبنانية من الإيرادات، وكذلك صناديق النقابات اللي هي عندها متقاعدين وعندها موظفين يعتشون من النسبة المقتطعة من استيراد نعم الأدوية، دكتور سلوم، وهذا الشيء نعم بينسحب القطاع في لبنان. نعم هل أيضا صحيح بعض المعلومات تقول أن بعض من هذه الأدوية المهربة وجدت طريقها إلى المستشفيات أو الصيدليات، يعني وصلت إلى الصيدليات التي تبيع الأدوية بشكل قانوني، هل هذا صحيح؟ اليوم نحن كنقابة سيادة لبنان عم نقوم بحملة مشكل دواء دواء. بدأنا بالحملة على الصيدليات في هنالك 3400 صيدلية تنتأكد من خلوها من الدواء المهرب، وخاصة الدواء المزور منه، كذلك على المستوصفات الغير الشرعية اللي فيها صيدلة. ولكن نحن ما عندنا تغطية لكل المستوصفات وكل الأمكنة، لأنه هيدي خارج نطاق صلاحياتنا. عم نحاول قد ما فينا عبر الاتصالات والجولات الداخلية والخارجية وعبر الإعلام والإعلاميين نضوي على خطورة الدواء المهرب والدواء المزور. اليوم يمكن بيتواجد بعض من هذه الأدوية في الصيدليات، ونحن عم نتعامل مع الموضوع بالشكل القانوني، ولكن غالبية هذه الأدوية تباع خارج نطاق الصيدليات. ومن ناحيتكم كنقابة ولمكافحة هذا الموضوع وللفت الانتباه، هل لديكم خطط أو ربما خطط احتجاجية في الفترة القادمة؟ الخطط الاحتجاجية بالنسبة لنا هي انتظام العمل السياسي والتشريعي في البلاد، لأنه نحن بنعرف أنه أساس كل شيء هو السلطات والقانون وتطبيق القوانين. وفي دولة ما فيها رأس، وفي دولة فيها حكومة لا تقوم بعملها، أو هي حكومة تصريف أعمال
ومجلس معطل بسبب تحوله إلى مجلس للانتخابات، منتخب انتخابي فقط وليس تشريعي. بالتالي لا يمكن حل كل هذه الأمور إلا بانتخاب رئيس البلاد وتشكيل حكومة فاعلة وبدء الخطط الإنقاذية. ومن هون نحن كان تحركنا كان قابل صيادة لبنان قيادة، وجمعنا كل النقابات وكل الاتحادات العمرية والتعليمية في قلب النقابة، وطالبنا بإعادة هيكلة الدولة وبدءا بانتخاب رئيس الجمهورية، ونحن نضغط في كل الاتجاهات بذلك بالاتصالات مع كل القوى الوطنية والسياسية في لبنان لأجل إنجاز هذا الاستحقاق. ومرة وبدي أستغل وجودي اليوم عبر شاشتكم الكريمة إلى الطلب من أولا من الأشقاء العرب أنه يضغطوا معنا لأجل استعادة لبنان. نعم، أنا نستعيد لبنان ويستعيد عافيته ويستعيد موقعه العربي والمشرقي والعالم المتقدم، وهذا الشيء يبدأ بانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة إنقاذية وطنية بتقوم بكل كل الخطوات لإنقاذ المواطنين من الموت، وتعيد إلى لبنان علاقاته مع الدول العربية اللي هي منفسه الأول والأخير وانتمائه الأول والأخير. وبنفس الوقت أنا بدي ناشد الأصدقاء في العالم العربي إلى مساعدة اللبنانيين وبخاصة المرضى، لهن اليوم يفتقدون إلى كل شيء في لبنان. المواطن يفتقد إلى كل شيء وعم بيعاني من مجازر. اليوم يمكن عم نشوف ببعض الدول اليوم مثل تركيا وسوريا تعرضوا لزلزال وكانت مأساة حقيقية، ولكن المواطن اللبناني يموت كل يوم 1000 مرة بسبب الإهمال، بسبب الاستهتار، بسبب حالة اليوم اختطاف البلد من مجموعة سياسية لا تبالي بكرامة اللبنانيين وبحقهم بالحياة الكريمة. نعم، هؤلاء المرضى كما ذكرت، يعني المرضى اللبنانيون، يعني هم يقبلون على هذه الأدوية المهربة والأدوية المغشوشة، وهم يعني ليسوا واعين بمدى خطرها. ما هو دوركم كنقابة وكصيادلة وكأطباء حتى تقوموا بتوعية الناس يعني حول خطر هذه الأدوية التي في الأخير هي تهدد حياتهم طالما أنها لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة؟ نحن اليوم عم نقوم بكل الطرق اللازمة عبر التوعية، عبر المناطق، عبر المحاضرات في كل المناطق اللبنانية، عبر كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. عم نقوم بكل هذه الاتجاهات، ولكن المشكلة اللي حاصل اليوم في ظل غياب الدواء وخاصة أدوية السرطان وتقاعس الدولة عن تأمينها، وفي ظل ارتفاع هذه الأدوية أسعار هذه الأدوية بسبب التفلت الحاصل بسعر صرف الدولار، وكذلك اليوم بات لبنان على آخر القائمة في الاهتمامات الشركات العالمية بسبب الأموال المستحقة على الشركات في الداخل باتجاهها. بات اللبناني ما عنده هالخيارات، بالتالي اليوم أي مريض ما عم بيلاقي دواء أو ما عنده قدرة على شراء الدواء النظامي عم بيلجأ إلى الدواء المهرب، كرمال بالنسبة له أنه الدواء أيا يكن أفضل من لا دواء، علما أنه الدواء المهرب هو سم قاتل متلاعب فيه، وخاصة بأمراض معينة بدها دقة معينة في المعالجة. واضح جدا، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في النقاش من بيروت، دكتور جو سلوم نقيب صيادلة لبنان، شكرا جزيلا.